السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من قناة الغياء. معاكم أخوكم عماد حمدي. النهاردة هنتابع وهنشوف حالة الزغلول. زي ما انتوا شايفين رجله، الزغلول اللي ضرب في رجله زي ما انتوا شايفين هو واقف كويس، يعني تحس ان هي بقت سليمة. فاحنا طبعا بنشوف حالته النهاردة لان ان شاء الله هنطيره بكرة الصبح، فلازم نتأكد. الرجل شكلها سليم، لكن لما بيتحرك هنشوف دلوقتي لما يتحرك هتبقى عاملة ازاي. طبعا احنا حبسناه بصراحة انا مش عارف كم يوم، يعني ممكن 3-4 ايام زي كده. المهم ان طبعا احنا مش عارفين الضربة في رجله بس ولا جات مثلا في جنبه او جناحه، يعني هل هيقدر يطير ولا لا. لكن في كل الاحوال احنا لازم نجربه طبعا، علشان مش هنفع نقعد حبسينه فترة كبيرة. زي ما انتوا شايفين الرجل بتتحرك كويس. شوفوا هو طبعا قعدته مع الحمام ومعفرته تخلي الرجل تخف بسرعة، لكن لو قعد لوحده كان هيتعب ومش هيخش على الاكل. شوفوا الصباع اللي في النص التنى. زي ما انتوا شايفين كده الصباع متني. طبعا هو يعني الرجل فيه خطوة بتتعدل وخطوة زي ما انتوا شايفين الصباع كأنه بقى فتلة، لكنه بيتفرد. هو الخبطة تأثيرها يعني عدى من الرجل كلها وفضل او اتجمع في الصباع دوت. فهنشوف هل الصباع ده هيعيقه عن الطيران ولا لا. لكن في كل الاحوال زي ما احنا قلنا لازم هنجربه طبعا ان احنا نطيره. فاحنا حبينا نبص عليه النهاردة قبل ما نطيره علشان نتأكد بس منه الاول ان هو الحركة بتاعته سليمة ولا لا. فتقريبا كده ان هو الصباع ده بس هو اللي فاضل اللي لسه مرجعش طبيعي، زائد الحركة فيها حاجة يعني. لكن اهم حاجة طبعا ان هو الجناح يبقى شديد. لو انا حبسته اكتر من كده الزغلول برضو هيتعب، يعني مجهوده هيقل، مش هينفع ان هو يتحبس كتير. فلازم يطلع برضه يفرد جناحه عشان صحته، لان كل ما قعد كل ما هيضعف. زي ما انتوا شايفين من كتر المجهود هو بينهج. شوفوا رجله لما بيحركها بتضايقه ازاي. الصباع ذات نفسه مش يعني الضربه جت فيه فتعبته. فهو ده اخر حاجه طبعا ان شاء الله يعني يخف. شوفوا الرجل التانيه ازاي لسه برضه تتني وتتفرد. على كل حال ان شاء الله باذن الله هنطيرهم بكره وهنوريكم حصل ايه، هل طار ما طارش، ركن، حصل له حاجه، هنشوف مع بعض ان شاء الله. تحياتي لكم جميعا، اخوكم عماد حمدي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.